لو نبي نعرف تعطيني نبدا بسيطه وسريعه عن المطعم، شو تقولين؟ اخوي حسن، احنا عباره عن مطبخ عراقي 100%، اداره قطريه عراقيه. هي مديره، هي شريكتي العراقيه ميسلون نعيمي، ومعي انا مريم الساعي. عباره طبخاتنا كلها اوردرات يوميه، وحق حفلات وبوفيهات وكذي يعني. حلو. طيب الاكل عباره شنو؟ خليجي عربي وشو؟ لا عراقي 100% عراقي الاكل عندنا. شنو اشهر المأكولات الموجوده عندكم؟ عندنا الدولمه، عندنا العيش بالباجلة او ما يسمونه باقلة، ما ادري شنو. أيوة. انزين مع اللحم. عندنا مقلوبة الدياي. حلو. عندنا الكباب. في انواع كباب عندنا. حلو. طيب مريم، شو اللي خلاص تفتحين المشروع؟ والله هو صار شيء فجأة سبحان الله، يعني ما كنت اتخيل ان انا بسوي مطبخ شيء وصار بسرعة ما شاء الله. حلو. هي اعطتني فكرة والفكرة صار تنفيذ الحمد لله. طيب المنطقة وين؟ في زغوة. احنا في زغوة، قريب دوار الميرة. حلو. هذا ابسط عنوان. ايه؟ زغوة قريب دوار الميرة. طيب اللي بيطلب يعني في جلسات داخل يقعدون؟ لا، هو الجلسات طلبات خارجية وانتظار بس داخل، واللي يبي يطلب يطلب ويقعد يريح، يبي يذوق ممكن. بس انه قاعدة واكل داخل لا. طيب وانا داخل عندكم الحين، سمعت الخباز عندكم خبز هني تسوي خبز؟ اي نسوي خبز عراقي، ونسوي مشاوي، ونسوي مسقوف السمك العراقي. حلو. بس ايه. طيب هل عندك كلمة توجهينا مثلا سكان المنطقة شيء؟ اي حياكم الله، تعالوا ذوقوا الاكل عندنا وقولوا لنا رايكم، وعندنا انستغرام وسناب شات خلاص بنشوف، احب نحطه ان شاء الله. ان شاء الله. الله يعافيك.